أهلا بكم من جديد. في العراق انطلقت حملة على منصات التواصل منذ أيام تداول فيها مواطنون صورا لجسر في منطقة البدرية التابعة لقضاء الكوت في محافظة واسط جنوب البلاد. عراقيون تداولوا الصور التي تظهر الجسر المنهار وكيف يضطر الطلبة وأهلهم لقطعه بطريقة صعبة، معرضين أنفسهم والأطفال لخطر السقوط. في هذه الحملة طلب المواطنون السلطات بالتحرك وإصلاح الجسر لحماية الأطفال وأهلهم، تتحرك السلطات بالفعل وينشر فيديو على حسابات وزارة الداخلية وحساب رئيس خلية الإعلام الأمنية اللواء سعد معا معنونا بعد المناشدات الإنسانية وبهدف خدمة المواطنين الشرطة والمجتمعية في محافظة واسط، وبالتعاون مع شرطة المحافظة والجهات المختصة تشرع بإصلاح جسر منطقة البدرية. ويظهر في الفيديو عملية الإصلاح والترميم للجسر. متابع. المقطع لم يكتفي فقط بهذه اللقطات التي تابعناها، لكنه أيضا حمل رسالة شكر للداخلية وشرحا من مسؤول فيها للإصلاح الذي تم. تماشيا مع سياسة وزارة الداخلية في تقديم الخدمات للمواطنين وبدعم من قيادة شرطة محافظة واسط ومتابعة من قبل دارة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، شرعت الشرطة المجتمعية في محافظة واسط وبعد ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص جسر البدرية الذي يقع تقريبا 20 كيلو عن مركز الكوت، وبجهود هندسية من قيادة شرطة محافظة واسط المتمثلة بالأشغال الهندسية ومع التصليح الشامل حضرنا لغرض نصب جسر حديدي. الشكر الجزيل لوزارة الداخلية المتمثلة باللواء سعد معن وجزاء الله ألف خير، والعميد عمار مدير الشرطة المجتمعية بمحافظة واسط، ولا ننسى اللواء قائد الشرطة جزاهم الله خير الجزاء. والله ويا ريت واتمنى كل الوزارات لو هي عندنا بهالمستوى هذا مال الالتزام والسرعه هاي اللي شفناها من عندهم. العراقيون وفور قراءتهم لعنوان الفيديو ومشاهدته غمرت الكثير منهم السعادة لحل المشكلة، خاصة سكان هذه المنطقة، لكنهم تساءلوا عن كيف بدا الجسر بعد الإصلاحات، خاصة وأن المقطع لم يظهر ذلك، فبحثوا ووجدوا الصور، وكانت المفاجأة أن ما ترونه أمامكم الآن هو الترميم الذي حصل، ممر بعرض متر واحد فقط ليمر منه المواطنون، بينما حال الجسر على ما هو عليه. رواد مواقع التواصل في العراق ومن حينها يغرقون منصات التواصل بالتعليقات على الصور القبل وبعد، والتي تحولت لمادة للسخرية والنكات والتهكم. متابعين.